السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم في الفيديو. المهم كما شفتوا العنوان، اليوم غنوريكم كيفاش تصاوب كوبل كونيك، ماشي بحال الفيديوهات اللي كتلقاوها غالبا في اليوتيوب، كتاكا ان سيل بينيون ولا بلا عبارات بلا حتى شي فورميل. حاجه اللي ما كاتبهاش في العنوان هو ان هذه الطريقه هذه ماشي انك تصاوب ان بينيون فيكس، تصاوب ان بينيون اللي يكون فاريا، ماشي بينيون واحد، غادي يكون جوج ديال البي ما قضيهش. غادي نشوفوا هذا البينيون الاول، وهذا هو البينيون الثاني اللي درنا معاه، يعطينا ان كوبل كونيك. الزاويه اللي غتكون بيناتهم فين هي؟ هاي 90 دوغري. قلت لي نشانجي انا الدوغري من هنا، نشانجي الموديول، نشانجي النومبر زيد ديال البينيون بجوج، لا لارجور ديال السنين، الطول ديال السنين اللي هي اف. نقدر نموديفي انا في البينيون ديالي كيف ما عجبني، كتقدر تصاوب اي حاجه انت هنا. غنبداو يعني كيفاش تخرج هادشي كامل، ولكن كما كتشوفوا ما ماشي كما موالف، يعني عندي هنايا لي فورميول، عندي هنايا حتى هما كاينين لي فورميول تستعملو هنا، يعني هاد المول باش تصاوب الشكل ديال البينو اللي كان بدل اي حاجه فورميول كتبدل هنايا. عندك هنا يعني هاد هو الاكستريزيون ديال البينو اللي عندي، يعني كيفاش نخرج انا هادشي. دونك اول حاجه نسدو هذا، نخليه طرونكي باش ما نخربقوش ليه. الا مشيتي حليتي اي اتولي جديده، هما ما نحلو ديال جينيراتيف شيب ديزاين، هنا غير نخدمو بها. فوالا كما كتشوفو ما كيكونوش، الا ما كانوش راه ما يمكنش تخدم هاد الطريقه، تقلب على شي طريقه واحده اخرى. كنجي اول حاجه لهنايا اوتي اوبسيون، كنجي هنايا عندك جينيرال بارامتر اي ميزيو، يعني ملي تكليكي على بارامتر ميزيو كيعطيك هاد هنا هاد لاباج هادي، كتجي كتسيليكسيوني هاد الجوج. دكوغ كنهبط لانفراستركتور، تا هي انفراستركتور بارت، دكوغ كنخلي هاد الاولى كما هي، الا مكانوش هادو كوشين عندكم كوشين هون. كنمشي لافيشي، كنسيليكسيوني هادو لي فوق كاملين ما عدا كونتراست، يعني هادو كنخلي كونتراست، كونتراست مكنحتاجهش. كنمشي للخرا دوكيمون، كنخلي هاد الاولى لا، هاد الاولى الا درتها كتحيد ليا لي بلون كنخدم بهم، كنسيليكسيوني هاد الجوج اللي تحت منك، كندير اوكي، كنسد الصفحة وكنعاود واحدة أخرى. دائما جينيراتيف شاب ديزاين كنلقاه، إلا مشيت كذلك حتى لبارت ديزاين غادي نلقاه، كيبقاو دائما. هما يعني في الخدمة عالية راه ما غاديش ينكشوكم، يعني غير بهاد الطريقة هادي راه هي اللي غادي تخولك أنك أنت تبقى تموديفي في البينيو كيما عجبك. إلا ما كانتش غادي تجيك صعيبة باش تبقى تموديفي كل مرة في بينيو، خاصك تدخل الفورميول وتبقى تجبد لي فورميول وتبدلهم ودير اونجيستري وعاد باش تشوفو شي خدمة كلنا. فوالا أول حاجة اللي غنبداو بيها، غنجي لهاد سيت جيومتريك، كليكي فيها بدروات، كندير ليها ديفينير اوبجي دو طرافاي، غادي خصيكم فيها الخط. عاد من بعد كنمشي للفورمي هي هاي لتحت، اولا كنمشي لهاد هنايا الفوق نلقاه هنا. داكور هنا يعني غادي نحتاج يعني لي فورمي، هادو هما لي فورمي الاصليين اللي خديتهم من واحد الفيديو. كما كتشوف هادشي راه مكتوب باليابانية ولا ماعرفتش بالكورية، سي با، حاولت انني نترجم لكم يعني هادشي وخرجت لكم هاد لافيش هادي. المهم هاد لافيش هادي غتلقى كلشي في الجروب فيسبوك، غنخلي لكم اللين ديالو في ديسكريبسيون مع اللين ديال الفيديو الاصلي اللي خديت منه هادشي كامل، دخلوا تفرجوا. الفيديو راه شويه طويله، فيه شي ساعه وساعه ونص، ساعه ونص ما عرفتش شحال بالضبط، شحال كان فيه من ديال الوقت. انا غنحاول نختصر لكم ما امكن باش ندير لكم فيديو يكون شويه قصير. داكوغ هنا غنبدا نحط انا لي فورمي، هنايا في هاد التيب هي النوع ديال لي كونترول اللي غادي نعطيه، هما هادو كيكونو هنا، داكوغ كيكونو هنا. هنا الاسم اللي غادي نعطيه لهاد الكونترول يعني شنو هو، شنو هو الاصل. وهنا كتلقى لي فورمي اللي غتلقاو فيهم اكس باغ اكزومبل، هذا هي الزاوية اللي ما بين جوج ديال ليكون اللي عندنا، الزاوية اللي ما بين بينيو كونيك الاول والثاني كتكون هنا، يعني انت كديرها على حسب الزاويه اللي عاطينك.
انا هنا غنديرها غير 90 لان هي اللي معروفه مخموقه بزاف. لو موديول طبيعي الحال يعني نتاع الموديول كيكون معطيك لو نومبر زيد 1 ولو نومبر زيد 2 تاعو كيكون معطيك اف اللي هي لا لارجور ديال لادون الطول ديالها اش اش ا اش دي هادشي كامل يعني كلشي غادي تلقاوه يعني قدامكم هنا مع لي فورمول ديال غنحاول نحطهم لكم في جروب فيسبوك خلو هزهم وخليهم عندكم واش ما بغيت تخدموا بهم كتجبدوهم كتخدموا بهم داكوغ نبداو على بركه جينا اول حاجه قلنا اللي هي شين غنوريكم غير هاد الجوج الاولين لانهم هما اللي صعاب الاخرين راه ساهلين باش تدخلو كنجي هنايا عندك الا مشيتي للفيديو الاصلي غتلقاها ستيب ستيب ما كاينش ستيب انا هنايا نعوضوها بشين شين نكريي هذا باش كنعطيه السميه اللي هي تيب كنجي هنايا وكنختار ليه فالور ملتيبل ثانيه كنكليكي هنا بالدروات اجوتي فالور ملتيبل وكنجي كنكتب فيها بينيو انت الا كتبتي اي حاجه كما كانت انا غنكتبها بينيو فيديو اصلي راه ما كانش كاتبها بينيو كان كاتبها بواحد الطريقه واحده اخرى الا كتبتي اي طريقه عقل عليها ما حاول ما تنساهاش لان غنحتاجوها من بعد الى جينا هنا فوالا هي هاد نفس اللي كتكون هنا خاصها تكون ما يكونوش مبدلين كذلك جير تاعي خاصها تكون نفس اللي كتكون هنا انا نقول لكم علاش من بعد باش ما نبقاش نشرح بزاف كل حاجه بوقتها بعد كندير كنهبطها وكندير جير كنزلها شي كندير اوف داكو دابا ولا عندي فيها جوج ديال لي فالور من بعد كندوز لهاد الثانيه حتى هي تقريبا نفس الشيء تحت منها كندير كري كنبدل السميه ديالها انا غادي ناخذهم من هنايا يعني تقدر تكتبهم حيت انفو غادي ديرها مره واحده واخا تكون شويه طويله ولكن غتهنى منها دائما غتبقاش هادو خليهم كما هما ما تبدل حتى شي حاجه فيهم خليهم كما هما داكوغ من بعد صافي كيبقى لك يعني هادو ساهلين كتجي كتعطيه لا فالور مثلا عندنا هنا شنايا اونغل كنجي كنختار اونغل كنكريي بانو هنايا يعني حيد هاد الفالور ملتي وصافي مابقيناش محتاجينها غدير سامبل فالور قلنا هنا غادي يكون عندنا 90 الزاويه اللي ما بين جوج ديال ليكون بالنسبه لهادو اللي فيهم لي فورميل ها انت غادي يطلعوا عندك كاملين هنا هذه اللي درنا صوب خرجناها قبيله غادي يطلعوا لي فورميل كاملين مي دير اجوتي فورميل حاول تختار يعني من هنا باش كاشي تبقى عارفه الليزون اللي كاينه ما بين لي فورميل يعني هاد الفورميل مثلا اللي غندخل دابا عندها علاقه مع واحد الفورميل واحده اخرى اللي ديجا درتها او شي فورميل اللي الله غديرها شي حاجه بحال هكا دونك المهم دابا غندرب فيديو باش ما يكونش فيديو طويل و نكمل هادو غنرجع نشرح لكم من بعد شنو خصنا نديرهم وحاجه اخرى حاول انك ديرهم بهذا الترتيب هذا ما تحاول ما تخربقهمش سبقش هادي ولا لي لونغور كامل تحطهم تحطهم كاملين دقه وحده وتكتب لهم سميه مع الدوز لي اونغل حاول دير حاجه بحال باش يبقاو مرتبين
اوكي دابا دخلت يعني كاليفورنيا اللي عندي كاملين هما هنا يعني هما هادو دخلتهم كاملين هنا اوكي ولكن ما كتشوفوها هما مافيشين عندي يعني هنا هنا نحاول نصغر شويه شي شتو كاملين ولكن ما كتشوفو هادو كاملين لي فورميل لي صوت دابا قبل ما يعني قبل ما ندوز نصايب في الشكل اللي عندي اول حاجه خصني نصاوب نديرهم سو فورم دو جروب يعني هاد لي فورم غنديرهم بواحد الشكل ديال لي جروب هاد لي جروب هادو اللي هما هنا كما كتشوفوا هادي غيال هاد غيال غنخليهم يعني في الواجهه ماشي مشكل غنصاوبهم هنا في باس بينيون وغير كيفاش غادي ندير ليهم كنجي هنايا ديماري كنزل هاد جيستيون دو كونيسونس وكنختار هاد الاولى هنا كتلقى عندك هاد كتلقى هاد لوشي ديال اجوتي لونسومبل دو بارامتر خرج هو هاد الفوقاني هادي كنجي كنسيليكسيوني هادي كنكليك عليه وكيتكريا واحد جديد عندنا واحد جوج ثلاثة باش كندير كنجي كنسيليكسيوني يعني هاد فوالا كان اول حاجه كنبدل خصني نبدل لك السميه كنكليكي فيهم دروا بارامتر نجي كنشونجي السميه من هنا طبعا الحمل هنا طلع هاني هنا نختار هاد السميه بارامتر هنا ناخذ هادي انا كندير لهم حماكه يعني باش نختصر الوقت ما بقاش كل مره كنكتب في كلافيه مع دابا مع الفجر دابا بقى بالليل تقريبا دابا تكون شي ربع ديال الليل ولا شنو كنصور هادشي باش كيكون الدار شويه ناعسين كيكون شويه ثقيل في الدار صافي بينيو ثاني كيكون بينيو اوكي قلت على بينيو اللي قلت لكم هنا هاي فين كتبتها لانني حيت من بعد خصني ليا ما بعدا اذا غيرت هذه هذه خصها تبدل كانت هذه بينيو غنخدم بهذه كانت غير غنخدم بلي تحت منها تحت منها شي غاسمها غير بارامتر دابا غنبدا ندخل يعني لي فورمي كل فورمي غندخلها في بلاص عندك من اس ام ا زد ا زد دو اف اش ا اش دي بي ا بي ا دو ار ا ا و ا دي هادو كاملين ناخذهم وندخلهم ودوني كنديرهم في هاد باص هما كاملين دابا عندي انا هنا في الثانيين هما بي سي دي ان و اس ان كنديرهم في بينيو كليكي فيهم دواتش اوبجي غير دوني و كنسيليكسيونيهم بينيو اوكي كيبقاو ليا هاد جوج هادو كنديرهم بطبيعة الحال في جير هاد جوج هادو خليهم خارجين بحال هكا شي مشكل هاكا دابا عاد باش نكليا غنبدا نصايب بينيون ديالي بالطريقة اللي خصني نصايب كما قلنا يعني حنا في لاتولي ديال الجينيراتيف شيب ديزاين هاد سيت جيومتريك كنسيليكسيونيها هي كندير لها ديفينيغ اوبجي طحافاي يعني هي غادي نخدم عليها غادي نعاود نسميها جايب لك تسميها بالطريقة اللي بغيتي كبرهم شوية باش يبقاو باين تسميها بالطريقة اللي بغيتي ما ماشي ما عنديش اشكال داكوغ اول حاجة غناخد يعني اي بلون اوكي نجي عندك خصني نرسم هاد الشكل هذا بحال ما هو الشكل الاول حاجة بحاجة ايطاب باغيطاب
اول حاجه كندير كونتور، كرسم مثلث بطبيعه الحال كيكون عنده زاويه قائمه يعني بهذا الشكل، كردو يعني اليمون دو كونستركسيون سواء نكليكي دو فوا اليمون دو كونستركسيون او نسيليكسيونيه نجي هنا فوق ردو اليمون دو كونستركسيون. من بعد كندير كوطاسيون، كوطاسيون لهاد اللين ولهاد اللين. باش نكون واضح، هذا هو اللي غيكون ديامتر بريميتيف ديال البينيون، وهذا غيكون الكون بريميتيف ديال البينيون، باش تبقاو عارفين يعني كل حاجه شنو كندير. ارجع لهاد الصوره هذه اللي قلت وريتكم قبيله، الله نحرك ديسان شويه باش يبان لينا. فوالا عندك هنا هاد لاكورت، هذه هي هذه اللي هنا لتحت، قال لك غادي تكون هي بي سي دي ان، كاتبين شنا بي سي دي ان ديفيزي سوغ دو، ديفا دروات اوبجي ايديت فورمول، كنجي لهنايا كنسيليكسيون لي بي سي دي ان، بي سي دي ان غتكون في بينيون، بي سي دي ان لي هادي ديفيزي سوغ دو. هاد ايديت فورمول غنخدمو بها بزاف، عاوتاني هنا نفس الشيء نكليكي فيها بالدروات وندير ايديت فورمول، غادي نعطيها هي ار، غادي تكون هنا ار، هاي ار خاصها تطلع لكم بهذا الشكل هذا. قبل ما تخرج من ليسكيس باقي لنا مزال، عندك هنا لاحظتوا داير انه واحد اللون مختلف، هنايا كنجي لهذا كنسيليكسيونيه كنكبر الصفحه، كنجي لهاد الاوبسيون هادي كومبوزون سورتي، يطلع هي هادي هادي اللي الوسط. كومبوزون سورتي شنو كدير؟ كتخرج لك يعني داك ليليمون اللي انني مسيكسيوني كيخرج ليا فورم 3 دي، يعني هو زعما في ليسكيس نورمالمون هاد لي تريكاشي ما كي ملي يخرج من ليسكيس ما يبقاش يبان، لكن هذا غادي يبقى باين انني غنحتاجو من بعد غنخدم به من بعد. داكوغ، دابا غنرسم الشكل الثاني اللي عطينا من هنا، غادي نحيدو الى مود كونستركسيون الشكل هنا. لاحظوا ان هذا الخط هذا خصو يكون عنده كونترانت مع هذا، غنجي هادي اول حاجه هذا غنديرو كوانسيدونس مع هاد البوان، خاصو يكون كوانسيدونس يكون بيربونديكولار، يكون بيربونديكولار. عندي غتكون عندي واحد ديستونس من هنا لهنا اللي هي اف، غادي نختارو اكس، غنديرو اكس من هنا لهاد البوان يكون ليا معاها، واكس واحد اخر غيكون بيناتهم. دكوغ، كندير كوطاسيون، ندير هاد لاكوط هادي كاملة، كوط من هنا لهنا، يعني شكون هي اش ا، كوط ديال اش دي هي هادي، هاكا، وهاد البوان هادي، كنديرها كوانسيدونس مع هاد لاكس هذا الخراني، هنا نديرها كوانسيدونس، سي بون. نرجعنا لفوطو اللي عندنا، يعني عندنا هنايا كما كتشوفو عندنا اف، هي هادي كاملة. عندنا اش ا و اش دي و اش ا بلس اش دي فوا دو، هما لي غادي نطبقو حنا دابا. عندك هذا قلنا هو اف كيكي فيه بدروات اي دي تفورميل، نجي هنا كنسيليكسيوني ليه اف، اف هي تخونت، هاد اف يعني انت اختيارية ماشي بالضرورة دير فيها تخونت كيما درت فيها انا. عندك اش ا ايديت فورمول، كنجي كنسيليكسيون ليها اش ا، هادي كتسهل عليكم ملي كيكونو خارجين هنا كتولي ساهله كتخدم بها. هادي هي اش دي ايديت فورمول، كنجي كنسيليكسيون ليها اش دي وكندير اوكي. قطيع هاد لوكاطاسيون هنا لي كيفاش دروات ايديت فورمول، هنا غادي نفتح قوس كنسيليكسيون ليها اش ا،
كلافي ديرو ماجيسكول. اذا كنفتح قوس كنسيليكسيوني اش ا ندير زائد اش دي فوا 2. اوكي نمشي هنا كما كتشوفوا هادو هما لي فورمول اللي حطينا دابا سي بون. قبل ما نخرج غنجي لهاد البوان هادي غنبدل هاد التكستير ديالها غنعطي شويه كبيره تقرب هنا و حتى هي غندير ليها نفس العمليه اللي درت لاكس الاخر. هي غادي نجي غنبدل ليها اللون ديالها باش تبقى يعني واضحه. كنخرج مزيان. دابا خصنا نصاوب الشكل اللي من بعد اللي هو هذا الشكل ديال لادونتي. الشكل ديال لادونتي غادي يجي من الفوق. نجي انا هنا نختار هذا البلون هذا ديال اسكيس دون حاول انك ترسمها فوق من هاد لابارتي هي ما ترسمهاش فشي قنت واحد اخر. نعطي اكزامبل ندير هنا هكذا باش نقدر نقلبها. هنا شنو غنحتاج؟ غنحتاج ثلاثة ديال الفرق. الاولى غتكون ديامتر تات ديامتر بريميتيف والاخرى اللي غتكون ديامتر دو بي. كيفاش غادي نعرف العبارات ديالهم؟ العبارات كلشي على الورش كلشي من كلشي معبر ما عنديش حتى شرم نقلب عليه. انا ندور لي سكي شويه باش نعرف شنو غادي ندير. عندك ديامتر دو تات اللي هو هذا سيكون كوانسيدونس مع هذا البوان هذه اللي هنا فوقاني دكتور. ديامتر بريميتيف غادي يكون مع هاد اللين كاش تري كاشي اللي خرجناه قبيله يكون مع هاد البوان هادي ديال هنا ديروش معها مع البوان ديال كوانسيدونس. ديامتر دو دو بي هو هاد البوان هادي اللي خرجناه قبيله هي هادي كوانسيدونس داكوغ. بسيطة سهلة مكاينش لاش نبقى كنجي لهنايا هاد الوسطاني كنردو إليمون دو كونستريكسيون داكوغ. غنزوم واحد شويه لان الخدمه غتكون هنايا فوق. كنجي هنايا كندير ان سيركل بهذا الشكل كنلصق مع هذا هنا وكنحي يعني داكشي اللي عندي انا زيد هنا هنا وهنا داكشي كامل عندي انا غادي ما خدمش داكوغ. هنا غادي نكري واحد البوان ما بين هاد تري كاشي و هاد الارك لي صوب دابا سيليكسيوني هنا من هنا راه كيكري لي بوان حدا و راه كيكري جوج ديال لي بوان. حاولو هادي يعني كاشيوها متحيد متمحيوش ديرهم إلى مون دو كونستريكسيون بجوجهم خليهم إلى مون دو كونستريكسيون صافي. من بعد كنبدا نحط لي كوطاسيون عندك هادي من هنا ما بين ديامتر بريميتيف و ديامتر تات بحال فيرتيكال. عندك من ديامتر بريميتيف لهاد لاكس هذا اللي خرج من هنا وعندك من ديامتر بريميتيف لديامتر دو بي هو فيرتيكال. الى جينا هنا لاحظوا بان عندنا هاد ديامتر هاد الكوتاسيون الفوقانيه هي لو موديل مضروب في الصفر 0.785 الثاني الموديل مقسم على جوج الثالث الموديل مقسم على اربعة اكسترا. نبداو بهاد الاولانية ديما الى طلعت لكم بحال هكا جاتكم سي بريمي نجحت عرف ان هادي ماكتيف حيدة. هنا عندك فورميل عندك لو موديل ناخدوه من هنا نضرب 0.785 ياك 85 كانت نعم 85 ندير اوكي. نجي لهاد الثانية هادي ديال الموديل كات فورميل غادي يكون لو موديل مقسوم على جوج كنجي كناخد لو موديل من هنا كنلي ديفيزي سور دو اوكي. الاخرى غادي يكون لو موديل ديفيزي سور كاتر موديل
divisé sur 4. OK. دائما 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 خدم باللي فورمول اللي يعطي صاوب شي انت قبيله، ما تخدمش شي حاجه اخرى. كنجي هنايا، نجي هنا كناخذ هذا هنا ايليمون دو كونستركسيون، ديما حيد ايليمون دو كونستركسيون باش كيعنكش. نجي هنايا هادي حتى هي غادي لها اذا تفورمول، فورمول ديالها غادي تكون هنا لو موديل فوا 0.3 الموديل هو هنا فوا 0.3. هادي كتسهل عليك الخدمة بزاف، ملي كتخدم بحال الطريقة هادي كتسهل عليك بزاف الخدمة. نجي هنا كنسيليكسيوني هاد جوج كندير ليهم ميراك، ليميتاسيون كنغلي بارون هنا. هاد ال هادي نقدر نحيدها، نخلي غير هاد الراس ديال هنايا. من بعد غادي ندير واحد لاكس جاي من السونتر ديال الدائرة وغادي لهنايا للديامتر دو بي، غندير ليه ميغلوغ نعطيه الزاوية ما بيناتهم. دائما إيدات فورميل هنا غادي اس ان فوا 4 اس ان، اس ان غتكون في بينيو اس ان فوا 4 وندير تموال. اوكي دكو دابا نقدر نحيد هادشي كامل اللي معنا هنا فيه، وهذا غتبقى هي الشكل ديال لادونتيغ بوحدها بحال ما قداه. غادي كتخرج ميسكيس، خاصو يبقى لك بوحدو بحال ما قداه، ما تكونش شي بوان معاه حتى شي بلاصه، الا كانت اي بوان غادي تخربق لك كلشي. مزيان دابا تقريبا يعني باش تصاوب ان بينيون ويبقى حيد النص ديال الخدم. دابا خصني ندير ريفوليسيون لهاد اللين هذا بوحدو، هاد اللين هذا اللي هنايا لتحت دوك على هاد اللين هذا بوحدو، ولا غندير ليه ريفوليسيون. كنجي هنايا في كاينه اكستريزيون هاد حيت ديجا ما منيدرش معاكم سيرفاس تيك جيكم غريبه. كنجي لهادي هنايا كليك على السهم اللي حداها كندير ريفوليسيون هنا كنسيليكسيوني لاكس اللي غادي يدور لي عليه هو هذا. قبل ما دير اوكي لاحظوا بان درنا اول حاجه غير نص دائره، كنجي هنا كندير 360 دكور، وكنجي لهاد اسكيس كنكليكي فيها بالدروات كنختار هذه اللي قبل من الاخرى كري ليكستروزيون دكور، كنمشي لذاك اللي قلت لكم كنسيليكسيوني هو بوحدو. لاحظوا شنو وقع، يعني حيد هو الشيء الاخر كامل خليه غير هذه بوحدها هي اللي محشره. ندير اوكي نرجعوا هذه البلاصه دكور، نجي لهذه هنا بروجيكسيون كليكي هذا كنحيد هذا النورمال هذه ندير الماس سولو اون ديريكسيون. كنجي اول حاجه كنسيليكسيوني يعني الشكل ديال لا دونشور اللي هنا، كنسيليكسيوني هاد الاكستريزيون اللي درنا راه الريفوليسيون اللي درنا، وكنسيليكسيوني ليه لاكس فيرتيكال عليها كندير اوكي. كيما كتشوفو في بروجيكسيون ديال لا دونشور هاي فين ولات هادي، نقدر نكرشيها دابا مبقاش خدام بها. دابا هنا كنجي كاينة عندي هنا هاد لابار هادي من الفوق انا حاطها فوق، يعني انت تقدر تلقاها هنا في اليمين تقدر تلقاها في اليسار لتحت، المهم شوف كاشي يعني كيفاش مرتبة. نجي هادي كنجي لهاد الاخر قبل من الاخرى ترانسلاسيون كنكليكي فيها وكندير فاكتور ديشيل، كنكليكي على الشكل ديال لا نوتيو كنكليكي على البوان يعني هنا
وهنا كنكتب لي يعني شحال بغيت في لافالور. انا غندير ليه 0.5. شوف نتا على حساب البيون عندك دير ابيرسي دورة شويه باش تبان لك. و خاصها تكون فايتي راك بعدا هاد لين هاد اللي هنا تكون شهر طاش حش من تكون على من ندير اوكي. كنزيد من بعد كندير سيرفاس ملتي سيكسيون عيش. نجي هنايا كنسيليكسيوني هاد البروجيكسيون اللي درت الاولى مع هاد اللي درت الثانيه كندير اوكي. واو الشكل ديال السنه بان لينا. قبل ما ندير لي ريبيتيسيون خصني نخرجو تحت من هاد البلون هذا لانه حاليا يعني كاين واحد بتي ديفولت تما شي واحد اللي كان مثالي غادي تزومي لي تبان لي. كنجي هادي هنا ترو باتي جو سي با كنسيليكسيوني يعني الشكل ديال لادونتور مع ليكستريزيون اللي درت دابا. هنا تقدر دير يعني غير 3 دير 5 المهم اختيارية باش تخليها 10 نخليها صغيرة شوية. داكوغ دابا هاد لادونتور هادي كندير ليها ريبيتيسيون ريبيتيسيون سيركيلير. كنجي هنا كنسيليكسيوني ليه بحال هادي هو الشكل. هنا كنسيليكسيوني ليه لافورم لي غيتبع ليا. هنا هادي هي الخطأ اللي كيديرو بزاف كيمشي هنا كيطابي ديريكتومون النومبغ ديال لي دونتور لي عندو. لا جي خدو دائما من لي فورمول لي حطيت. غنجي هنا غنكليكي فيه بدروات إيديت فورمول و غادي نختار ليه زد أن ندير أوكي. هنا كندير ليه كوريكسيون أونتيغ كندير أوكي. باقي ما سيناش كندير أسامبلاج كنسيليكسيوني هاد لي كوبي كاملين لي درتهم مع الأصلية و كندير أوكي. شكيت ليا ما غاديش بغيت نحيد هادي مابقاش محتاج. هذا هو الشكل النهائي اللي عندنا هنا. دابا سالينا من الأشوية ديال الفورم غندوزو لبار ديزاين. انتبه معايا مزيان شنو غندير. ما غنخليش هاد جي دي سي اللي كنت خدام فيها قبيلة. غنكليكي على كور وغردو غندير ليه ديفينيغ لوبجي دو طرافاي. يعني صافي ساليت من هادي خصني دابا نخدم في الشرق. هنا شنو غادي ندير. غندير ليكستريز غادي نقدر نحيدو غندير ريفولوسيون لهاد ليسكيس اللي عندي انا هنا. نجي غنختار ريفولوسيون سيليكسيوني ليسكيس اوكي ماشي مشكل لان ديجا راسم بزاف ديال لي زاكس تما يعني داكشي. كنجي هنايا الاكس و كنعطيه بلاكس اللي هو فيرتيكال ندير اوكي داكور. من بعد عندي سيرفاس اي بي سي كنكليكي على السهم اللي حداها و كندير كوب داكور. كنسيليكسيوني هذا اللي بالصفر هذا اللي صوت الديزاين اي غير فوت مايب. كتشيل اي سهم من هاد الاسهم هادو كتقلبهم كدير اوكي. كاشي هنا داك هذا هو البينيو ديالنا. هذا بينيو واحد مازال غادي نوريكم كيفاش تبداو تشانجيو بيناتهم. حاليا الى وصلتي هنا هذا بينيو بحد ذاته يعني يمكن لك تخدم به بحال ما قلت اونجيستري وتخدم به. لكن حنا بغينا يعني انك تبدا تشانجي ما بين لي بينيو داك. دابا صاوبنا البينيو دابا غادي بروغراميو باش انه يبدا يعطينا دي بينيون ابوناند. اول حاجه يعني قبل ما نبدا خاصنا نكرييو بحال قلتي انوتر بينيون اللي غادي يخدم به مثلا واحد نخليوه غادي نخليوه البينيون والثاني غادي نخليوه الجير. غنجي لهنا هانت ترونسبورتي ولا شنو كنجي لهاد الثانية روتاسيون ندير اوكي. كنجي كنسيليكسيوني ليه شي اكس يكون بحال ما بدا واقف اوكي.
بالنسبة لا فالور قلت لك كيفاه بدروات كندير اذا فورمول كنجي كنختار اس 1 وكندير ليها فوا 2 يعني بحال هادشي باش يعطيني جوج شي واحد اوكي غندير اوكي سي بون. حاول انك الى وصلتي هنا صف كاردي شي كامل اللي درتي باش ما يمشيش لك، لان الا درتي اي خطا دابا يقدر يمشي كلشي. كنجي دابا غير هادي ياك كنسليكسيونيها وكنمشي ل الفورمول كيف هاد الدوج راه كيعطيني هاد الجوج هادو. كنجي لهاد الثانيه كيف هادو فوق فوالا انا ما بقاش لك عندك تقلبها دير اوكي سيب. نمشي للاتيلي اللي مشينا ليها قبيله يعني ديال جيستيون دو كونيسونس الاولى. كنمشي لهاد جاكلي جاكلي نقدر نبدل الاسم على من هنا دير اوكي فوالا. هنا 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 فيك يكون يعني تخربيق ديال الصح. هنا يتبعوا معايا بشويه لان هذه مهمه ومهمه بزاف. هذا الاخر ديال هاد لي كندير اونتري كنكتب اي اف كتبو مانيسكيل اي اف كتبتي مانيسكيل ما كتخدمش اي اف وكنمشي للتيب وكنكليكي عليها كندير ايغال جوج ديال المرات كندير هاد المعقوفات اولا جو سي با سميتهم بحال فاصله جوج فاصلات كيكونوا الفوق كتبت لي الاسم ديالهم كنكتب بينيون كما مكتوبه هنا. داك شي واحد يمشي يكتب بشي طريقه وحده كتب بينيون كيف ما كتبتيها هنا كتبتيها هنا خاطئه كتب هنا حتى هنا خاطئه لان كاتي دابا راه ما كتعرفش واش خاطئ ولا ما خاطئش كتعرف غير هاد البينيون مكتوبه بهاد الطريقه تعرف غير ديك البينيون مكتوبه بديك الطريقه. وكنسد عليها نفس الطريقة خاصها تكون بحال ما كتب بهذا الشكل دكا. كندير اونتري باش كنزل خصني نحل معقوفة ماشي قوس معقوفة دير كونت كدير الت 4 باش كتعطيك معقوفة محلولة ديال البداية. كدير اونتري اول حاجه كدير كتمشي لهاد جي دي سي ولا هنا كتمشي لليسكيس الثاني قد كتمشي لليسكيس الثاني من الاول كنجي لهنايا عندك اكتيفي كيكونوا هادو مكتوبين فيهم اوف الاخر ما ديرش في الاسماء اللي هنا كتمشي هنا كتبقى اكتيفي كتكون هنا اوف 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 سي غيون اونغلي هاد اونغلي هي اللي كنسيليكسيونيها كنكليكي فيها جوج مرات كطلع ليا هنا. اش كندير كندير اس 1 فوا 4 كندير تيغال كندير تساوي مرة كندير تساوي مرة وحدة وكنجي كنختار ليه اس 1 اس 1 اس 1 اس 1 اس 1 شكون في بيني اس 1 فوا 4 نضربها في 4 كندير اونتري باش كنزل ستارت تاني كنمشي ليسكيس تاني ليسكيس الاول باردون عندك ليني 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 هنايا يعني خاصك تشوف البينيون ديالك ان عندك جوج ديال ليني كاين هذا ديال ديامتر بريميتيف وكاين ديال الكون بريميتيف لا انت خصك تاخذ ديال الديامتر بريميتيف اللي هو هذا كليكي فيها دو فوا كنجي كندير فيها بي سي دي 1 ديفيزي سور 2 بي سي دي باردون كدير دائما تساوي تقال بي سي دي 1 ديفيزي سور 2 عندك
الاخرى كنمشي ل هنا هي فوالا ريبيتيسي. كنجي عندك نومبر انغولار انغل نمبر اللي بكات عندك بالانجلي. نجي هي هاد الثانية يعني انا كيف هادو فوق لاحظو هما عاطينك هنا ايتيكال زد ان تساوي زد ان. كندير اونتخي كنجي كنسيليكسيوني غوطاشي كندير ايغال. الحاجه اللي ننسين هما هنا كما درت البينيو خصني ندير هنا هنا غادي نضطر انني نمشي لانه تما ما كيعطينيش بحال هنا. انا لاحظوا عندي فيكس وفيا سي با منين دون ما ناخذ هذه نقصي هما هاد لي فالور. لاحظوا ان يعني ولات عندك هنا هاد جوج ديال لي فالور كنقول في وكنسد عليها بطبيعة الحال. كدير تخوا اللي عندك الفوق في الكلافي هي باش كديرها. كندير اونتخي وكنسد المعقوفة سالا داك الاوردر اللي انا عاطيه معقوفة باش كتسدها كتسدها بالت وباش كنتي كدير تساوي يعني كتكون الفوق ديرها لوحدة كدير اونتخي داكو. شنو نبقى لك دابا غتكوبي هادشي كامل اللي درتي دابا لي كوبي خاصني نجي تحت كدير لي كونترول في غادي شي حاجه تحيد هاد بينيو ردها غير غير اللي كنتي ديجا درتي معاه هنا هي وراسو كاتيا هي راسو دابا عرفتها مشات ليها ديريكت. كنجي هنا في مكتوبة عندي اس 1 عرضها 2 اللي هي بي سي دي 1 عرضها بي سي دي 2 وزد عرضها زد 2 هاد فيكس هيدا وغادي ردها فاي فيا ميا ولا فاي ولا ما جو سي با داكوغ سي بون. دابا سالينا البروغرام ندير اوكي تا 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 اوكي وي نا هو حاليا يعني غيتعطل واحد شويه يعني عاد كيكالكولي. دابا نقدروا نجربو ونشوفو يعني واش داكشي بصح ولا خربقنا شي حاجه. نجي لهاد بينيون كنكليكي في هادو فوق كنشونجي الجير طوندو سنا و فوالا تبدل. يعني الا ما تبدلش لك في هاد اللحظه يعني عرف بان درتي شي حاجه خاطئه شي حاجه ماشي هي يعني. هادشي كلشي للفيديو ديال اليوم. فيديو جاي ان شاء الله غادي نديرو فيه كيفاش تاسومبلي هاد جوج ديال لي بينيو اللي داغي مورا العذاب باش تصاوبهم. ولكن ان فصاوبتيهم يعني غتهنى منهم بالمرة. اي واحد غيجيب لك كارتي غيقول لك حكا بغيت تصاوب على بينيون كوني غاتجي غادي لي طق 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 هاك انت ديجا مصايب كلشي عندك. كتجي كتبدل الموديل مثل الموديل مثل الاف مثل شي هو اللي بغا هو يا صافي كتحكم في البينيو ديالك كيف ما عجبك. المهم كان هادشي كلشي الفيديو ديال اليوم. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.